أنه جند سعيد دعاس وإخوته، وبعضهم يتجسسون على إخواننا، منهم أنا في المقدمة، ويأتون إلى حلقات العلم في الوادي ويؤذوننا ويمتحنوننا ويسحبون طلابي من الحلقة وكذا. نعم، فمؤاذاة مؤاذاة مؤاذاة شديدة واستفزاز، وهذا كله بتكليف من يحيى الحجوري، جند أناس لاستفزازنا. فذهبت إليه، نعم، أو بعض الإخوة جاءوا قالوا اذهب واصطلح معاه وكذا. فذهبت إليه فقلت له يا أخانا يحيى، سعيد دعاس وهؤلاء اتباعك وكذا آذونا وينفرون طلابي وكذا وكذا وكذا، إيش المطلوب؟ طبعا يظهر هو سلامة الصدر في الواقع في الظاهر، يظهر لا ما في شيء وإحنا إخوان وأنت بين إخوانك يا أبا مالك وما في شيء وكذا. قلت هل لك علي انتقادات؟ قال لا لا ما في شيء وكذا. طيب،